في أحد المتابعين حفظه الله ورعاه أهل الخير وأهل الحكمة وأهل الإيمان، هم الذي تواصلوا معنا لحالة، نحمد الله ونشكره على العافية. الله فضلنا عن سائر المخلوقات، الله خلقنا ومعنا عقول وبصر وعندنا كرامة واحترام وتقدير وشهامة بالنسبة لبني آدم. احنا وصلنا للحالة هذه بالرحمة الذي في قلوبنا، حالة عايش في هذا المكان 15 سنة، توفى الزوج قبل 4 سنوات، الأم قاست عندها 4 أطفال، أول حالة أشوفها أمام عيني يأكلوا من الأشجار، أول حالة. تعالوا معي مشاهدنا وانتم، كيف حالكم يا أخطاء؟ كيف أنتم؟ تابع لي بالكاميرا، امشي معي، امشي 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 بالأول، امشي 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 امشي. حالة مثل ما تشاهد، مع البسس والحيوانات، فرشين مع بطانيتين، عيشتهم مع الأمهانة ترقد، هذا مكانهم. المصيبة الأكبر الذي احنا نخاف منها والذي احنا خايفين منها والذي بنهمها، الذي ما تقدر تعيش لا أنت ولا أنا ولا غيرنا ولا أحد، هذا مطبخهم. شفتوا القدر مسبقا، هذا مطبخهم. طبعا هذا دورة مياههم، يعني غرفة مع السكن مع المطبخ مرة واحدة. المفاجأة الأكبر الذي أنتم ما قد شاهدتها، أنا أول مرة، لأول مرة بعد عناء وصلنا إلى هنا أشاهد أول مرة. أشياء كله ما بتأكل يا ابني؟ وين الدقيق حبكم؟ ما عم معك؟ تفضلوا يا سادة. احنا بني آدم يأكلوا أشجار، يأكلوا من الأشجار، أين الرحمة في قلوبنا؟ لو احنا عايشين قبل 1000 سنة، 1000 سنة ما نبصر للحالات هذه، 1000 سنة ما عبش بقلوبنا رحمة؟ الجوالات عندنا، التلفونات عندنا، كل حاجة عندنا، الرحمة في قلوبنا، الكرامة عندنا، عايشين على فرشين وعلى التراب، يأكلوا من ورق الأشجار، هل أحد تأكل؟ الحيوانات تأكل منها. فإحنا بني آدم، إذا أنت تشاهدها الآن وترحل وتعلم أن هذه الأسرة الأيتام الذي توفي والدهم بالسرطان وترحل، فالرحمة ما هي في قلبك. سألتك بالله لكل حاجة تحبها في حياتك أن توقف مع هذه الأسرة. أدوا لنا رقم التلفون، وين رقم التلفون الذي يشتي يتواصل مع هذه الأسرة؟ أسامة متوكل على 7-2-6-2-3-3-7-7-5، هذا هو الرقم أمامكم، وضح لي بالكاميرا سواء يبصروه. هذا الرقم لمن أراد أن يتواصل مع هذه الحالة الذي تأكل من الأشجار، نشتري لهم فراش يسكنوا ويعيشوا ويناموا، يفرش الله لكم من ثياب الجنة، نشتري نبني لهم ترسك. طلع الكاميرا، شوف شوف، هل بعد قدرت تعيش أنت على هذا الحالة؟ قرب لي الكاميرا، قرب قرب قرب. من السنة للسنة والناس عايشين على هذا الحال، هل بعد قدرت تعيش مع هذا الحال الذي أنت عايش فيها؟ هل بتزورها أنت من أي مكان؟ بتسعفها ولا تجيها؟ لا بالعكس، والله ما حد يعين. أنتم الذي تعينها الآن وتشاهدها أمام عينك، شاركنا المنشور. إحنا سنبدأ أول شيء من فاعلين خير، أول مبلغ بنعطيه 5000 ريال من فاعل خير من داخل الوطن أبو بسام، لا نية أبوه مسك ابني. والثاني مبلغ 10000 ريال من فاعل خير من أبو أحمد، أرسل بمئة ريال نوزع، وزعنا أول حاجة 5000. عندما شفنا هذه الحالة تأثرنا أكثر من ما نتوقعه. هذه الثانية 10000، 100 ريال سعودي من فاعل خير من ميم غين، هذا أرسل بمئة ريال 15000 ريال سعودي. أنا سألتكم بالله ونداء استغاثة لهذه الأسرة الذي مشيت وما صدقت، قالوا تأكل من الشجار، ما صدق، لا دقيق عندهم، لا شيء يأكله، لا ملابس، من السنة للسنة يلبسوا، من السنة للسنة، لا منظمات، لا معهم شيء، عايشين في هذا. نريد أن نبني لهم، يا فاعلين الخير تواصلوا مع الحالة، تبنوا لهم غرفة وحمام يعيشون مثل ما الناس عايشين، نشتري لهم فراش، نشتري فاعل خير يتكفل لهم سلة غذائية بدل ما يأكلوا من هذه الأشجار. فأنتم سند، محتاج كل محتاج، أنتم السند. نعيد لكم مرة ثانية الرقم 7-2-6-2-3-3-7-7-5، لأسامة متوكل للتواصل معه. لا تنسوا الحالات هذه الذي تدمع لها القلب ويتبكي لها العين، فأنتم تشاهدوا والباقي عليكم يا فاعلين الخير، والسلام عليكم.